الموضوع. هنا انا عملت 3 بيتزات وهعملهم تقريبا بشكل مختلف. خلي البقدونس هنا بالريزوتو والجبنه والزيتون، التوم خلاص، الخميره خلاص، نروق مطبخنا كده اول باول. الجبنه الموزاريلا عايزينها، والزبده عايزينها للرز. دي المقادير موجوده اهيت. حبه البركه هنا نستخدمها ونخلي كده عشان نوسع لمطبخنا. تعالوا نشوفوا موضوع الحشو بتاع البيتزا. ده اساس البيتزا انا عملته. فينا نعملها باللحمه المفرومه، فينا نعملها بالفراخ، بس كل حاجه ولها استخدام، وارجوكم تركزوا معايا. اذا انا بعمل بيتزا ما ينفعش اجيب الفراخ صدور الدجاج، صدور الفراخ، واقطعها مكعبات وارميها على وش العجينه. على العجينه ما تستوي مع الخضار وادخلها الفرن، هلاقي الصدور الفراخ ديت اللي انا مقطعها مكعبات نزلت سائل كده وعملت ريم على الوش وشكلها وحش قوي على شكل البيتزا. بنخطأ. فاذا انا هعمل البيتزا بالفراخ لازم الفراخ تاخد سوتيه الاول. سوتيه يعني ايه؟ اشوح الفراخ في شويه زيت زيتون. نركز في الموضوع ده. اذا انا هعمل بيتزا بالفراخ بجيب صدر الدجاجه بقطعه مكعبات او سلايز او جوليان بالطريقه اللي انا عايز اقطعها. تقطيع عشوائي زي ما انا عايز، او افرمها على المكنه وبعد كده اسويها سوتيه واحطها على وش البيتزا. معانا اتصال؟ الاخت ام حسام من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام.